لا لا، خلاص عرفت انكم اسره مترابطه، انا بقى فين؟ فين مساحتي؟ مش عارفه اشتغل. يا فندم انا بقول لحضرتك انا جوزها وعايز اطمن عليها. ايه انا جوزها؟ انا عارفه ان انت جوزها، انت فخور قوي. انا جوزها جوزها جوزها. الله، مين دي؟ دي مامتها وعايزه تطمن، واللي بره ده جوز مامتها وعايز يطمن. طب واللي معاه بقى جوز مامتها العسل ابو بندانه ده مين؟ ده صاحبي وعايز يطمن برضه عليا. عليك انت بتاعي، هو يعرفك اصلا يطمن عليها؟ حضرتك بقولك ده حبيبي انتيم عمري، بس ستايله تريشي. يا دكتورة يا دكتورة ركزي معايا، أنا مش مع أبو بندانة، بقولك ابني عمال يفرق جامد قوي، اطمني لي عليه. يا مدام هو حضرتك روحتي من غير ما اطمنك على أرنوبك؟ ما أنا هكشف عليك أهو حالا. على فكرة اللهوجة دي مش حلوة خالص، كده ابنك ممكن ينزل ابن خمسة وأنا غير مسؤولة، ولا إيه يا حاجة؟ إيه دي جاية تعمل طهور دي ولا إيه؟ أنا عايزك تبقى واثق في حس الأمني. شكلك هتطلع صادق ويطلع هو كدابة بسيوني. شفت كان خايف إزاي؟ قال إيه عليا دلوقتي؟ مالش. ايه يا دكتور اللي بتعمليه ده؟ بتكشفي على ايدي؟ سوري، اصل انا 10 سنين خبره في الهير ريموفر. انت عارفه انا البلصه عندي كانت بجنيه. ايه ده بجد؟ كانت فين بقى العياده دي عشان نروح؟ لا ما خلاص للاسف اتشمعت، بس انا كنت ارخص واحده ولسه لغايه دلوقتي ارخص واحده. سوري انا اللي سوري، معلش. ما تسأليها بقى وتخلصينا من الليلة دي. بقولك يا دكتور، أنا وجوزي وسيم حبيبي بقالنا يومين كاملين ما جيناش لحضرتك عشان نطمن على البيبي، فقلنا نيجي النهاردة. يا فندم انتوا تيجوا في أي وقت، المكان مكانكم، العيادة عيادتكم، وأنا بنتكم. بس أهم حاجة وانتوا جايين اوعوا تنسوا العسل أبو بندانة. بقولك إيه؟ إيه؟ إحنا نصبر عليه يومين وكده كده هيقع متلبس. يومين؟ يعني ما جاش امبارح؟ نفضحه دلوقتي ولا نستنى لما يخلص عشان نخلص؟ انقي بامانه دلوقتي عادي، ملحقش يقول. يا دكتوره اكشفي عليا انا لو سمحتي. بقولك الواد عمال يتحرك ويرفص جامد قوي، تفتكري ارنوب ابني هيطلع لعيب كوره؟ واللي ما تكونش ارنوبه وتطلع رقاصه. رقاصه دي تبقى مصيبه. نعم، مالها الرقاصه؟ لا سوري يا استاذ الرقص ده فن. يا دكتور بعد اذنك بالراحه، ده خطر عليا الحركه المفاجاه دي. خطر؟ وجوزك الرجعي ده مش خطر عليكي؟ اللي بيقول لك الرقص مش عارف ايه، وبعدين على فكره هو كمان اللي عايز يدمرك. هو حضرتك يا استاذ جبت لها المكمل الغذائي اللي انا كتبته لك امبارح؟ ها معلش قوليها تاني كده. جبت لها المكمل الغذائي؟ لا الجمله اللي بعدها، معلش ما سمعتش. اللي انا كتبته لك امبارح. اللي انت كتبته لي امبارح؟ ها.